الأنيق بالملابس البيضاء الموشحة بالأزرق، ونادر رمادي بالملابس الزرقاء الموشحة بالأبيض. محاولات جميلة للرمادي في الشوط الأول. حازم ياسر لاعب القوة الجوية في الموسم السابق، لاعب الأنيق في الموسم الحالي، يضع الكرة الأولى في الشوط الأول من هذه المباراة. يعود حازم ياسر ليضع الكرة الثانية للأنيق في الشوط الأول. الشوط الأول تقدم الأنيق بهدفين لا شيء الرمادي. إلى الشوط الثاني، محاولات جميلة للأنيق وإنذار. كان الشوط الثاني أجمل من الشوط الأول. الشاب المتألق عباس عبيد وكرة سهلة جدا لكنها تضيع، لم تستثمر أي محاولة لتنتهي المباراة 2-0 لصالح الأنيق.